أكد النائب أحمد السلماني أن علاج التطرف لا يمكن أن يتم بمحاربته عسكريا فقط، موضحا أن المحاربة الفكرية للتنظيمات المتطرفة تعد ركيزة أساسية في القضاء على انتشار أفكارها وخطرها على المجتمع. يعني اليوم يجب على جميع المسؤولين السياسيين أن يعرفوا أن علاج قضية التطرف في العراق هو ليس علاج أمني فقط، وإنما يحتاج إلى علاج وجهد فكري كبير جدا، ربما يوازي بل يزيد على الحجم الأمني. بالتالي اليوم حقيقة كثير من المسائل التي حدثت، كثير من الذين انخرطوا بهذا التنظيم الإرهابي بسبب قلة البضاعة الفكرية، فنحتاج حقيقة من قبل المنظمات، من قبل جميع مؤسسات الدولة أن تراعي هذا الجانب وهو الجانب الفكري وعلاج تنظيم داعش الإرهابي فكريا، وتحصين شبابنا من الانضمام لمثل هكذا تنظيمات إرهابية.